واحد يقول انا اعرف ان الخوف خطية، فهل يدخل من ضمنها ايضا الخوف من الحشرات؟ لاني اخاف من الحشرات جدا ولا اتحمل مجرد رؤيتها، خصوصا الحشرات التي تثير الاشمئزاز. ليس كل خوف خطية، فمخافة الله بر وفضيلة، والذي يخاف أن يخطئ دي كويس تجعله لا يخطئ. لكن الخوف، وفي خوف طبيعي، في واحد مرة قال هناك ثلاثة أسباب للخوف: الخوف من الظلام، ومن المجهول، ومن الحركة المفاجئة. وفي الحقيقة الثلاثة واحد، كلهم المجهول، فاللي بيخاف من الظلام بيخاف من المجهول اللي في الظلام، واللي بيخاف من الحركة المفاجئة بيخاف من المجهول، ما يعرفش ثلاثة ايه. كمان الخوف من الموت هو خوف من المجهول، ما يعرفش ما طبيعة الموت وما الحياة بعد الموت تبقى ايه والمصير يبقى ايه. اما الخوف من الحشرات فهو خوف طفولي، زي واحدة لو طلع لها برص تقول الان يا رب طفل خاطر بسلام، او لو شافت فار ما تعرفش تنام. لكن الخوف من الحشرات التي تثير الاشمئزاز، ما الناس بيقتلوا الحشرات دي، يعني تبخ عليها بخ تلاقي الحشرات راح. ده انت لو خفت من الحشرات، احنا الوقت بنحتفل بالاستشهاد، يبقى لو زمان الاستشهاد جابوا لك حشرة تبخر للأوساد. هو الحشرة بيسموها حشرة لأنها بتحشر نفسها في كل حاجة، بتحشر نفسها في المكان اللي ملهاش دخل فيه، وفي الاكل اللي ملهاش دخل فيه الى ولذلك الانسان اللي بيعمل كده يسموه حشري، مش حشري من الحشرة، مش من الحشرة، من الحشرة مش من الحشرة.